غادر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارات أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد زيارة لمملكة البحرين لحضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2024. كان في وداعه بمطار قاعدة الصخير الجوية سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وعدد من كبار المسؤولين.